عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة متعددة الأغراض. طب النهاردة بنقول إيه برضه؟ نفس الكلام، إدارة وتشغيل، لأن البنية الأساسية والبنية الفوقية موجودة حاليا في محطات الركاب اللي موجودة، يبقى ممكن نقول تطوير عشان شرم الشيخ، وإدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية، وإعادة تسليمها بعد ال 15 سنة. طيب ده دلوقتي اسمه بيع؟ لا. طب اسمه استحواذ؟ لا. ليه مش استحواذ؟ استحواذ لو جيت قلت شركة موانا أبو ظبي هتاخد كل الموانئ المصرية تشغلها، بقى احتكار وبقى استحواذ. ولكن أو جت اشترت استحواذ برضه، لو جت اشترت مينا بحالها، قالت لك أنا هشتري المينا دي بما عليها، يبقى ده اسمه استحواذ. ولكن لما أنا أبقى بعمل البنية الأساسية لكل محطات نقل البضائع، وأعمل البنية الأساسية والفوقية لمحطات نقل الركاب، ويجي يشاركني شقيقي في أبو ظبي، ده له بيع ولا استحواذ، ولكن هو استثمار، نوع من أنواع الشراكة. مرة نسميه حق انتفاع، مرة نسميه إيجار، مرة نسميه لو مدة أطول شوية حق امتياز أو حق التزام. ده أنواع متعددة وأشكال متعددة من الاستثمار.